افتتاح مهرجان قرطاج بألوان عالمية خالدة. على عكس العادة، لم تبرمج إدارة المهرجان هذا العام عرضا افتتاحيا تونسيا. رائعة بحيرة البجع لتشايكوفسكي في الافتتاح. يلزمنا نعود ونرجع إلى عادة، بما أنه هذا المهرجان هو مهرجان دولي، إلى العادة أنه الافتتاح أو الاختتام يكون بعرض عالمي، وهذا معناته من المنطقي، معناته مش نقعدوا ديما منبتين على أنفسنا ما نعديه إلا عرض تونسي. لوحات من الرقص في 4 فصول استعراضية، هو المحتوى الفني لبالي بحيرة البجع، مزج بين الرومانسية ووجع الموسيقار تشايكوفسكي، تأكيدا لقوله الشهير: موسيقايا تكشف عن شخصيتي. تروب اللي جاي اليوم هي تروب عالمية، معناها معروفة في العالم كله، عندها تاريخ، اون بلوس معناها لاك دي سيني معناها من احسن ما فما في العالم، سواء الموسيقى ولا الرقص ولا معناها حاجة معناها في تاريخ الإنسانية، في التاريخ الثقافي تاع الإنسانية. برمجت إدارة مهرجان قرطاج أزيد من 30 عرضا بمشاركة نحو 10 دول، ورغم التنوع تبقى البرمجة تحت سهام النقد، من ذلك غياب عروض كبرى لضعف الميزانية ربما. فما مسرح، فما موسيقى، فما بالي، فما يعني التنوع هذا والفاريتي هذه مطلوب، شيء مطلوب، لكن شنو يمكن ما نجموش زادا نتغاضاو على بعض النقاط ولا الهينات اللي موجوده في البرمجه. على سبيل المثال تكرر نفس الاسماء اللي قاعده تتعاود في كل عام. وتشارك المغرب بسهرتين، الاولى عرض للمغني المغربي الارتيست، والثانيه حضره سيدي بن عيسى من مكناس. هو ذا مهرجان قرطاج، تنوع وحفاظ على الجودة وتلبية لمختلف الأذواق. بكثير من الرومانسية والرقي ملأت رائعة تشايكوفسكي بحيرة البجع المسرح جمالا بين سان بيترسبورغ وقرطاج، مسار إنساني رفيع تجسد في حفل واحد. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.